من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور صابرين في فيلم هنا القاهرة؟ دكتور كمال. أخذ إجابة حالاً. قول يا بابا. قول. طار الاسم. سناء. سناء غلط. سناء غلط. إجابة خاطئة. محمد صبحي. إيه؟ أستاذ ماجد الإجابة عندك. إجابتك. سعاد نصر. سعاد نصر صح ولا غلط؟ لا صح. كان معاه مين؟ محمد صبحي. طبعاً. الكبير. وعبد الله إسماعيل. ومين كمان؟ سيف الله مختار ومدحت غالي وعنايات صالح. عشانات طبعا إجابة صحيحة. 30 عيلة قسطنطي، 80 عيلة سالم.